السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا خير. نبدأ فيديو النهاردة بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة جايبة لكم طريقة عمل كيكة الزبادي. بس قبل ما نبدأ طريقة العمل، ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. مستنية تعليقاتكم ومستنية رأيكم في فيديو بتاع النهاردة. هبدأ دلوقتي اقول لكم على المقادير. المقادير عبارة عن 2 كوب دقيق، طبعا نفس الكوباية اللي هتعايروا بيها كل المقادير. 2 كوب دقيق، كوب زبدة وعليه نص زيت ونص زبدة، وكوب سكر، 3 بيضات، 3 علب زبادي بالشكل ده، كيس بيكنج باودر، واتنين كيس فانيليا. تمام. اول حاجة هنبدأ ندخل كوبايتين الدقيق بالشكل ده، هندخلهم هما ومعاهم بالشكل ده، وهنحط معاهم كيس البيكنج باودر، هو يعني حوالي معلقة كبيرة بالشكل ده. بعد ما خلصت نخل الدقيق وعليهم كيس البيكنج باودر بالشكل ده، هنضيف معاهم ذرة ملح، ذرة ملح بالشكل ده، هنجيب شفشق الخلاط وهنحط فيه 3 بيضات، والزيت والسمنة بالشكل ده، و3 علب الزبادي، وهنضيف معاهم السكر وهنضربهم كويس جدا في الخلاط. ده شكل المكونات السائلة بعد ما خلطتها مع بعض. الزيت والسمنة والسكر و3 بيضات و3 علب زبادي و2 فانيليا. هبدأ اضيف المكونات الجافة على الخليط السائل بالشكل ده، هحطه على نصين واضرب كده بالمضرب اليدوي. اضيف النص الباقي، بالشكل ده كيكة الزبادي بتبقى هشة وطرية ولذيذة في نفس الوقت، هتعجبكم جدا وكمان مفيدة لأولادنا الصغيرين. معلش بعتذر. بالشكل ده شايفين القوام بتاعها عامل ازاي. عندي اصغر صينية اللي هي مقاس 26، وهفضي فيها الخليط بالشكل ده. طبعا هنكون مجهزين الفرن من اول ما نبدأ نعمل الكيكة، نكون مشغلين الفرن على درجة حرارة 180، ما يكونش سخن قوي عشان الكيكة ما تستويش من بره وتفضل نية من جوه. ده يا بنات شكل الكيكة بعد ما خلصت، ان شاء الله تعجبكم. لونها جميل وطعمها بإذن الله هيعجبكم. انا عملتها قبل كده كذا مرة. كيكة الزبادي متميزة بانها بتكون طرية وهشة. هقطع لكم حتة دلوقتي، هنقطعها بالشكل ده. شايفين يا بنات هي هشة وطرية ازاي من جوه بالشكل ده.
والألف هنا على قلبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.